الكاري، اوراق الكاري او ورقيات الكاري، او بالانجلش كاري ليفز. كاري ليفز اللي هي بتكون شكلها امامكم، انا حطاها طبعا في طبق كبير عشان تشوفونها. اوراق الكاري ممكن تجيبيها خضرة او تجيبيها خضرة وتنشي فيها زي ما انا عملت اليابسة، يعني هي من الحاجات اللي فعلا بتدي نتيجة حلوة جدا للتساقط. اوراق الكاري ده بيكون شكلها عشبة، ممكن تيجي فريش ممكن تيجي ناشفة. اوكي، بتاخدي منها الكمية اللي على مزاجك، بتاخدي منها على قد ما تحبي. ده بيكون شكلها ورقيات عادية نونو، لكن بصراحة ليها ريحة حلوة قوي مميزة، فمش هتحسي بالقرف لما هتستعملينها. الكمية على حسب ما انت، علشان تبقاش هشة يعني لما تدخل الجار، ريحتها حلوة جدا جدا جدا. بقى لي يومين بنشفها، استغلت الشمس طبعا. اما اللي بتكلم عليه لبشرتي هنسيبه شوية لما الناس تجمع. احاول ان انا اكسر شوية من ورقيات الكاري. ورقيات الكاري هي متاحة في كل البلاد العربية، في اوروبا تقدري تشتريها من الامازون. هنجيب جار برطمان نظيف معقم ناشف. يعني ايه معقم يا ابي؟ هقولك حالا. يعني لو عندك كوكرز، بوتاجاز مزيدة، بوتاجاز اللي هو بيكون فيه عيون لوحدياتها منفصلة، بتيجي فوق العين وبتلفي جار ثواني وبتحاولي ان انتي تتأكدي ان هو يابس وناشف من اي مية قديمة او مية من الحنفية بيكون فيها بكتيريا. اوف كورس تعقيم البرطمان بيديكي مساحة ان انتي تسيبين الحاجة وانتي مطمنة ان مش هيحصل لها اي تعفن نتانة. يعني هتاخدي على قد ما انتي تحتاجين من اوراق الكاري في البرطمان الناشف المعقم بتاعك بالشكل العشوائي اللي انتي حاسة انك كمية على حسب ما انتي تحبي. يعني في مكان مظلم ينشف في مكان مظلم، دي الطريقة الصح بتاعتي عشان ما ياخدش تراب وتوسخ. تمام، هتيجي فوق منه بأي زيت متاح عندك، زيت زيتون، زيت جرجير يستحسن. اوف كورس ده زيت جرجير عشان ما بقاش كدابة، انتوا عارفين ان ده اساسا انا صنعته مع اصحابي زيت جرجير. الزيت الجرجير هنزل بكمية ربع كوباية مثلا، فوق الورقيات الجافة زيت الجرجير او زيت زيتون مصنوع مع زيت الجرجير. ده اول زيت نستعمله دلوقتي. اوكي، الشيء اللي بيدي اللمعة حلوة قوي العباية. ثانك يو، والله بجد انا ما كنتش بحبها عشان غامقة. anyway، زيت البرتقال اللي انا صنعته معاكم اهو برضو بيدي لمعة للشعر مع العلاج اوف كورس من فيتامين سي، هينزل برضو هنا زيت البرتقال. That's two، ده نمبر اتنين. اوكي، كمان زيت الجوز هند. زيت الجوز هند انا عندي كمية كبيرة فبحاول ان انا اخلي حبة يعني بره لوحدهم عشان اشتغل منهم. هو انتوا كلكم عارفين زيت الجوز هند اهو انا الحمد لله الحمد لله. ملعقة تانية من زيت الجوز هند بليز، كويكلي بسرعة كده. زيت الجوز هند ملعقتين كبار، ضحي ضحي عشان شعرك، ضحي ضحي وروحي لعطار مضمون. يا ما يكونش عنده زيت الجوز هند مخزز، هفضحكم. اه والله هفضحكم فضيحة بجلجلة. ايه ليه؟ ايه ده صاحبي هنا حبيبي يا سيمو، ازيك؟ ثانك يو. مين
مش هعرف افتح حبيبتي اللي انت بتبعتينا، وكمان هتحتاجي يا سيمو. ثانك يو يا سيمو، ربنا يخليك ليا، انت كده هتطلعني اكسبلور. حبيب قلبي يا صاحبي، ربنا يخليك ليا يا رب، ويوفقك ويخليك توصل لكل اللي نفسك فيه يا رب. الباترومان الصغنون ده بتاع ابني، يا هو اللي جايبه لي، كان في مربى ده اللي جوه ده بشر قشرة الليمونة، شايفة اخضر على الاخضر هيمشي اهو، بشر قشرة الليمونة فوق زيت الجوز هند كده، بشر قشرة الليمونة نزل. شفتي لازمته ايه؟ عشان القشرة. وهنا كده خلاص البطرمانة نغسله، وحطينا زيت البرتقال وعليه بشر قشرة البرتقالة. تسلم لي ايديك اللي انت بتبعت بيها يا رب، يخليك ليا يا رب. ثانك يو. انا عمري ما بطلب حاجة من حد، الناس المزواقة اللي عندها ذوق وبتفهم هي اللي بتديني هدايا. الف شكر ليك حبيبي، ميرسي يا سيمو. بشر قشرة البرتقال اللي هو بتجيبي اورنج عادي جدا، تغسليها بملح وتنظفيها وتنشفيها وتبشريها في المبشرة، بيطلع معاكي قشرة البرتقانة الرفيعة اللي قدامك دهيا اهي. اوكي، الكاري تحت، زيت البرتقان تحت، زيت الجوز هند تحت، زيت زيتون لو حابة. انا ممكن احط شوية زيت زيتون من الغالي بتاعي، ما يغلاش على شعري اوف كورس، انا مش هبخل على شعري، هحط زيت زيتون من الحلو بتاعي الفيرجن الاصلي. هنسكر يس، وهننزل بشوية حلوين من زيت الزيتون فوق زيت الجرجير الاولاني. حلو الكلام لحد كده، المواد اللي متعودين نعملها الاصلية موجودة هنا. انتي بقى يا حلوة يا جميلة، I think كلكم عارفين ايه هو دبس الرمان. دبس الرمان، دبس الرمان بيساعد جدا في التساقط. اول خطوة النهاردة دبس الرمان هيدخل في وصفة الشعر، وصفة فعلا مفيدة وسريعة المفعول ان شاء الله، يعني اذا قدرنا نفتح. I think انا عندي واحدة صغيرة over here بدل ما نفتح الجديدة. I'm sorry guys، افتكرت هقدر افتحها بايدي، ابني مش هنا فما بيفتح لي حاجات، اللي هو موجود بيفتح لي اهو دبس الرمان اهو. اوكي، بس قبل ما تستعملين دايما دبس الرمان لازم 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 تروقي، تمام؟ دبس الرمان مفيد موت للتساقط. هنا دبس الرمان او البديل لدبس الرمان العسل الاسود. شفتوا العسل الاسود ملعقة او دبس الرمان ملعقة، وحنزل بدبس الرمان امامكم كده 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 بمقدار ملعقة كبيرة مزلقة. مغلية او مية باردة وسيبيها تغلي الاول علشان تسرع معاكي العملية. مية مغلية لحد التلت تقريبا. اوكي اهي. ناو هاخد الجار اللي فيه ورقياتي ومعداتي وادواتي المتقنة دي هي، وهحطها في النص، وحاول ان انا اعمل ايه، اظبطها كده في القاعدة بتاعتها تبقى ثابتة، ثابت البطل. يس اركن انت هنا الخطوة الجاية، وناخد دي نحطها على النار، سيبيها على العالي الاول تغلي، وسيبيها تغلي المية على العالي الاول، بعد ما تغلي وطي النار وسيبيها على الهادي بدون غطا
عشان ما يعرقش وينزل لك ميه داخل المواد الزيتوتيه الحلوه بتاعتك، تقوم تعيش معاكي مده اطول. الزيت ده لما هيخرج مش هيتصفى على طول، مش هيتصفى على طول، هتحتفظي بيه اسبوع فقط لا غير، واحد one only week. listen to me، اسمعي بقولك ايه. ورقيات الكاري لازم تقعد ترقد جوه لمدة اسبوع one only week في دولاب مظلم في المطبخ، او لفيها بورق فويل علشان تديها ايحاء الضلمة. بعد اسبوع لا تصفى، وهاتي فصين توم اتنين مزلقتين كبار، يس اهم في المرحلة الاخيرة مش في الاول، لاني مش عايزة اسوي التوم، انا عايزة اخد الزيوت بتاعته من التخزين. يا خلينا نعمل شوية ملوخية. اتي التوم عند غزه شكشكه وريحه كده، غز الخشبيه بتاع الباربيكيو بتاعتك جوه التومه كده اهي. استني يا ولية ما تروحيش حته وتضحكين عليا وتمشي. طب يا الكس خلاص اشغل لهم مزيكا يعني ولا اقفلك؟ اهي اتنين توم، اتنين من بتاع الملوخية اللي بتلهتيناها يا اختي، يس اتنين توم جوه الخلة عملنا فيها خرم. يا هتيجي ناو ما تنونويش، انا وانا حرة، انا قلعت الشبشب خلاص، انا حافية يا بت القرعة. يا ناو هتيجي عند الزيت بتاعك الصخر اللي انت صنعتيه معايا في اول اللايف من ساعتين، اهو جاهز البطل. هتاخدي التوم بتاعك المخروم تنزليه تسقطي كده هو جوه الوصفاية ده، هي اهو فصين فقط لا غير، واغسليها ما ترميهاش، الدنيا غالية مولعة نار باربيكيو. كده كده وقلبي الزيت بتاعتك قبل ما تقفليه وهو بارد. ورقيات الكاري هتغطي ريحة التوم وهتديكي ريحة مريحة صريحة لشعرك، يس. تدهن أثناء الليل، يغطى الشعر بعد دهانه من هذه المادة الزيتية الساحرة ببوني أو كيس زبالة بلاستيك، وبعدين إشارب، حطي فوطة على المخدة ونامي بالوصفة. تانية يوم كرريها تاني، تالتة يوم كرريها تالت، تلات ليالي من هذا الزيت. رابع يوم تروحي عاملة ايه؟ تروحي جايبة الوصفاية الاولانية اللي انا عملتها لك ده، هي المكمل الغذائي بتاعك في رابع يوم وشعرك مش نظيف، ابلاي حطي التريتمنت ماسك بتاعك اللي هو يا اما من الافوكادو يا اما من البانانا. alright الاثنين دول هيخلولك على اخر الشهر، على اخر الشهر شعرك هينبت. اذا عندك تساقط زائد جدا جدا خليكي هنا وخدي التريكة الاخيرة اللي هنقطك بيها نقطة نقطة عشان الحرمين اللي بيسرقوه. بودرة الصدر، بودرة الصدر علشان انا اعالج واحدة بتاخد كيماوي من الاورام والسرطان وراديشن، لازم تحطي التركتين الاخرانيتين دول. اما اذا انتي واحدة عادية عافية مفترية مش محتاجاهم. كده كده انتي وضعتي الزيت بتاعك سقطتي فيه توميتين، هتاخدي نص ملعقة كبيرة مزلقطة من ورق السدر فوق الوصفاية بتاعتك. عن تجربة من الست اللي كانت
ارعى امامكم. بقولك الوصفة دهيا انا كنت مستنية الطرد يوصل انجلترا عشان اقدر اطلعها لك، والا مش هعرف، لانه الورق ده نوعية ورق الكاري ده صعب ان احنا نلاقيه. ودلوقتي جه اوان الملعقة بتاعتك اللي هتقلبين بيها ورق السدر جوه الزيت بتاعك. دي الوصفة اللي انا مشيت عليها 3 شهور. يس، الوصفة دهيا مشيت عليها 3 شهور. يمكنك ان انت تحفظيها في مكان بتاعي بعد ما برد. وادي الغطا كده كده، ولبسي فستانه الزفاف كده. خرجت العروسة من مطبخ ابي لندن ووكر جاهزة للسرقة. يا ولاد الحرامية طز، انا اللي طلعتها الاول كده. خلطتك جاهزة لعلاجك بعد الاورام والسرطان والكيماوي لو اخدتيه يا حبيبتي. هدية من ابي مجربة للناس المحتاجة في دولاب المطبخ بقى. يس، خليه يبرد شوية هنا عشان اجهزه لدولاب المطبخ.